أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن تدشين مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي يأتي من منطلق حرص سموه على تنفيذ رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والرامية لمواصلة الجهود في سبيل النهوض بالمجال العلمي بمملكة البحرين بما ينعكس على رفع مستوى الطلبة ليكونوا قادرين على المشاركة في بناء وتنمية مختلف قطاعات الدولة. وثمن سموه الدور البارز الذي تطلع به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إطلاق المشاريع التنموية التي تهدف لخدمة قطاع التعليم بما يتوافق مع عمل الحكومة في سبيل مواصلة الطريق لتحقيق مزيد من الإنجازات الحضارية للمملكة. وقال سموه إن تدشين المسابقة يأتي من الإيمان المطلق بأهمية دعم مخرجات التعليم لتواكب رؤية مملكة البحرين 2030 من خلال تهيئة الظروف لاكتساب الطلاب المزيد من المفاهيم العلمية الجديدة التي من شأنها أن تنمي قدرتهم على العطاء في القطاعات المجتمعية المختلفة.